لجنة المناقشة والحكم، إنه في يوم السبت الموافق 19/8/2017، الموافق 27 من ذي القعدة 1436، في تمام الساعة 10 صباحا، وبمقر كلية التربية النوعية المنصورة، اجتمعت اللجنة المشكلة والموضحة أدناه والتي وافق عليها أساتذة الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 12/7/2017 لمناقشة الرسالة المقدمة من الباحثة أم هاشم إبراهيم جمعة العزب للحصول على درجة الماجستير المناهج وطرق التدريس التربية الفنية بعنوان فعالية استخدام شبكات التفكير البصري اللونية في تنمية بعض المهارات الفنية في مادة التربية الفنية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. أعضاء لجنة المناقشة والحكم إبراهيم محمد شغير أستاذ المناهج وطرق التدريس كلية التربية جامعة المنصورة، دكتورة إحسان محمود الحلبي أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد كلية التربية النوعية جامعة المنصورة مناقشا وعضوا، دكتورة فاطمة عبد محمد أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد كلية التربية النوعية جامعة المنصورة مشرفا وعضوا. وبعد مناقشة الباحثة علنا وبعد المناولة، قررت اللجنة بإجماع الآراء التوصية بمنح الباحثة أم هاشم إبراهيم جمعة العزب درجة الماجستير في التربية النوعية المناهج وطرق التدريس التربية الفنية بتقدير ممتاز.